اهلا متابعين متابعات قناه شوف مرحبا بكم في قناتكم اللي دائما كتجيب لكم الجديد. وكيسمعوا لكم كل جمعه البنات كنحط لكم بيجامات زوينه وراقيه وباثمنه جد مناسبه. محل يسرى كيتواجد في الدار البيضاء دار السلطان ايفايك الطريق او سينما الملكيه. فين كيتواجد المحل؟ قرب سينما الملكيه. عاود من الاول اش كيسولوا؟ نعاود من الاول. دار السلطان دار البيضاء دار البيضاء دار السلطان قرب سينما الفاري قصرة الملكية. زيدي عاودي انتيا قولي يلا انت اللي ما كتدددي. دار بيضاء الطرام. لا شخصكم تعاودوا كامل عرفتوا علاش؟ لأن ديما كيبقاو يسولوا فينا فين كاين المحل. عاودي من دار بيضاء دار السلطان قرب السينما الملكية قصرية الحفال الملكية الملكية. دابا انت فين دار السلطان ولا دار السلطان؟ وما حافظش ما حافظش لا حافظة غير بنفسي بنفتي. شوفوا شوفوا طلع الله حضرنا على ديال الخضاره غيبان لكم خضاره كاسمو الساحه خلونا ما كنعرفش الخضاره صح ديسير ماشي خضاره. المهم البنات ما عليناش نعاود نقول لكم الدار البيضاء السلطان كيصحي الفريق قرب السينما الملكيه. برافو سينا جوج على 20 واش ديال رحمه علاش جوج على 20 وعلى بركه الله سالينا ما فهمتش ومع اول موديل البنات بودي كولون 50 درهم بي سي 3 اولا ام بي سي 2 الثمن ديالو 50 درهم فيه لي ميكي كيف ما كتشوفوا بزاف الالوان خمسه الالوان فيه الفير فيه الغوز فيه السيان فيه الخضر وفيه الباج الثمن 50 درهم تاع ستوندار وكيتير انه ماتيير ديال موبا الا لبستها العيط عندنا موديل البث تاعو كيف ما كتشوفوا ديال موبا بودي كولون كيجي غير في وريدات ثلاث الالوان فيه الفير فيه البوردو وفيه الغوز الثمن ديالو 50 درهم وهذا ستاندر. وعندنا البنات هذا الموديل هذا اللي كان 70 درهم اللي عندي ساوند غير ب 50 درهم فيه خمسه الالوان بودي كولون بالكل طالع وفيه قليب لي بايت والكبسات. بالنسبه للالوان كاين المارون كاين الخضر كاين الغوز كاين الموف وكاين اللي كاين الثمن 50 درهم لا تاي ستاندر وتشوب الموبا. عندنا البنات هاد الكيب مادي كما كتشوفوا الثمن ديالها 50 درهم لا تاي ديالها ستاندر فيها الفرق باني والالوان اللي فيها فيها المختادل فيها الغوص فيشيا وفيها الكوراي الثمن 50 درهم وعطي دائما ستوندار. كاين البنات هاد بودي كولون ديال لاسيكو كيف ما كتشوفوا التوب ديال موبا في ثلاث الوان في البوردو في السيال وفي المختادل باردون ماشي ميديوم دوبل وانما ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. عندنا البنات هاد الموديل او هاد البيجامه هادي كيف ما كتشوفوا فيها الجويه في الجم. بالنسبه للالوان عبركم فيها غير جوج ولكن فيها ثلاثه كاين الزرق بالكري والزرق بالزرق وكاين المارون بالغوز لا طاي ستوندار والثمن ديالها 50 درهم. القدام ديالها كانيش والسروال والكمام ديال الموبا الثمن دائما 50 درهم. كاين البنات هاد البيجامات ولا كيف ما كتشوفوا ديال الموبا فيها خمسه الوان فيها الموف فيها الزرق فيها الكوغاي فيها المختادل وفيها الخضر الثمن 50 درهم لا طاي ستوندار وبيجامه طويله ديال الناس شي حاجه زوينه وانيقه والثمن 50 درهم. عندنا البنات هاد الموديل حتى هو كيف ما كتشوفوا بيجامه طويله فلوري فيها خمسه ديال الالوان لا طاي ستوندار وفيها صديفات من الفوق. بالنسبه للالوان اللي فيها دائما الارض كتكون بيضاء الويات اللي الوريدات اللي كيتبدلوا الالوان ديالهم وديك الخطوط. عندنا الزرق الكوغاي عندنا الفاب بالمارين عندنا البوردو عندنا المختادل وعندنا الفيغ الثمن 50 درهم وعطيه ستوندار. هذا البنات اخر موديل 50 درهم في جمعه ولا كيف ما كتشوفوا فيها جويه في الجنب ديال الموبا صديفات. وبالنسبه للالوان فيها خمسه الالوان فيها البلوغ بوردو فيها الخضر فيها الكري فيها الكحل وفيها البلوغ وا الثمن 50 درهم عطيه ستوندار وتشوب ديال الموبا. اول موديل 70 درهم البنات بودي كولون ديال موبا غليظه لا طاي ستوندار والثمن ديالو 70 درهم. بالنسبه للالوان فيه الزرق فيه الكري وفيه الخضر. عندنا البنات هاد الموديل حتى هو كيف ما كتشوفوا بودي كولون كيجي طالع من الكول الثمن ديالو 70 درهم لا طاي ستوندار ديال موبا فيه ثلاث الوان فيه الكري فيه الغوص وفيه الخضر والثمن دائما 70 درهم. كاين هاد الموديل ديال الكتمة بالقبيب ديالها كيف ما كتشوفوا شامبيون فيها حتى في الفخذ وفي الصدر الثمن ديالها 70 درهم لا طاي ستوندار ولون موحد يعني لون واحد اللي كاين هو الخضر. وكاين البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا ديال تويتي حتى هي كتمة بالخزي لا طاي ستوندار الثمن ديالها 70 درهم وهذا اخر موديل 70 درهم وبالقبيب ديالها وغنمشيو لثمانية. كاين هاد الكتمة اللي كيموتو على الالوان ديالها المتسبعين ديالنا والكليان ديالنا ودائما كنصاوبو فيها الجدد. هاد الكتمة باي يسرى مود
خاصكم تعرفوا البنات باللي شنو اللي كيتبدل لها دوش موديلات في هاد الكاسمه اللي كتبدل فيها غير الديزاين اللي لوز هادي فيها كريم شفتها كيف ما كتشوفوا من الميديوم حتى للدوبل اكس ال بالنسبه للالوان فيها الكوري بالسوا الكحل فيها الصوص بالسوا الخضر وفيها البوردو بالسوا الزهر الالوان بثلاثه كيحمقوا وغزالين والثمن 80 درهم البنات نفس الكاتمه الديزاين كيف ما قلت لكم من قبل مختلف هذيك فيها كوين وهذه فيها ماجيستيك لوف ولا ماجيك لوف بحال هكا فيها نفس الالوان الصفر الخضر الكونه بالزرق وفيها الكوري بالكحل ميديوم دوبل الثمن دائما 80 درهم جينا الكاتمه بيجاما ميكي ماوس وديها مقبوض من التحت كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف ديال المبرا من الميديوم حتى الدوبل فيها الكري فيها البوردو فيها الكيفغوف وفيها الغوز الثمن ديالها دائما 80 درهم عندنا البنات هاد الموديل 80 درهم الصيوه ديالو اسبور كيجي مقبوط من تحت وبيجاما الفوق فيها قليبات في لي كولور بالنسبه للالوان كاين ثلاث الوان كاين المونتار بزاف كاين الصفر الاحمر بالكحل وكاين الكوري بالكري من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالها 80 درهم عندنا البنات هاد الموديل هذا بيجاما بصفيفات كتجي طويله مستوره وفيها جويف في الجلد بالنسبه للالوان فيها هذه الالوان فيها البوردو فيها المختادين فيها الجري وفيها الكوري بالبيج الوان غزاله ورائعه راقيه بزاف من الميديوم حتى للدول الثمن ديالها 80 درهم عندنا البنات هاد بيجاما حتى هي صيفات فيها دوك لي مي شنو دوك دبدوب ديال كاشمور بونيات فيهم زبيدي فيهم اربعة الالوان فيهم بلو ماني فيهم الجري فيهم الموف وفيهم البوردو من الميديوم حتى للدوب اكس اي وهذا اخر موديل في 80 درهم وغنمشيو ل 100 عندنا البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا بودي كولون بليزير تراس شانيل كيجي غزال فيه ثلاثة ديال الألوان فيه الفير كاكي فيه الموطار وفيه البلو مارين لا تاي ديالتو ميديوم دوبل ستوندار في لاطاي ستوندار ستوندار البنات ولكن علينا بلي بولاكي يلبس والثمن ديالو 100 درهم عندنا البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا بيجاما ديال كانش فيها الودينات واحد بيديب الثوان ديالها مقبوط من التفريق ديال الكيرا من الميديوم حتى للدوبل الثمن ديالها 100 درهم بالنسبه للالوان دائما كتكون غانيا بلون كاسي فيها المختادي فيها بلو مارين وفيها البوردو عندنا المثال من داك كيف ما كتشوفوا بيجاما كتجي زوينه وانيقه ديال المباس صافي فيها داك الشدوك الموتيف خفاف في الصدر من الميديوم حتى للدوبل بالنسبه للالوان كاين الاحمر كاين السيل وكاين بلو مارين كاين البنات هذا الموديل اللي الثمن ديالو 100 درهم وفيه ثلاث الوان فيه الموف وفيه الكري وفيه الزرق والسوال ديالهم اسبور كيجي مقبوط من الميديوم حتى للدوبل الثمن ديالو 100 درهم وكاين هاد الموديل ديال فيه بيجاما حتى هو اللي السروال ديالو فيه نجيمات مخبوط من السروال والفوق ديالو كيجي طويل وزويون من الميديوم حتى للدوبل الثمن ديالو 100 درهم فيه الكوراي فيه الكري وفيه الغوص بالكوراي كاين هاد الموديل ديال بانغوان كيف ما كتشوفوا البنات السروال ديالو كيجي مخطط ومقبوط من التحت فيه ثلاث الالوان فيه البوردو فيه الكحل وفيه البلو مارين من الميديوم حتى للدوبل الثمن ديالو 100 درهم كاين هاد الموديل هذا السروال ديالو كيجي غي ومقبوط من التحت الوغ هادي كاتما كتبان لكم احسن من الفوق فيها ثلاث الوان فيها الكري بالاحمر وفيها البلو مارين وفي بالكري وفيها الاحمر بالكري الاحمر والكري من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالها 100 درهم هذا الموديل ديال القنفوده البنات من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالو 100 درهم فيه الفيولي فيه البرق وفيه الكوراي السروال ديالو كيجي مقبوط والفوقاني كيجي طول ومستور عندنا البنات هاد الموديلات كيف ما كتشوفوا كيت مع سيمسون فيها ثلاث الالوان فيها المختادل فيها الكرينوا وفيها البوردو من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالها 100 درهم وما نساوش فيها حتى الجويبات من الفوق كتجي قصيره ولا غير البنات مهودينها كتجي قصيره نورمالمون من الفوق والثمن ديالها 100 درهم عندنا البنات هذا الموديل حتى هو كيف ما كتشوفوا فيه جوج الالوان فيه البوردو وفيه المختادل من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالو 100 درهم السروال ديالو كيجي بلي زيتوال بيجاما زوينه ديال الناس ومباراه ديال تعقبة والثمن ديالو مناسب كاين البنات هذا الموديل كيف ما كتشوفوا طوافيات بالبانطوفات ديالو كتجي كنقولوا شنو كان جاباتوريك بالقبيل وفيها حتى كبيلات البنات في القب بالنسبه للالوان فيها ثلاث الوان فيها النيوت فيها الزرق وفيها البوردو الثمن ديالها 100 درهم ولي طاي من الميديوم دوبل اكس ال كتشوفوا البنات كاين هذا الموديل هذا كيجي السروال ديالو فلوري وبحال السروال بحال لي مونش
وندور نشوف دار ايمان فوالا حتى الدار كيجي فلوري من الميديوم حتى الدوبل اكس ال في ثلاث الوان فيه بيج فيه نوار وفيه الموف والثمن 100 درهم انا البنات هربت كيف ما كتشوفوا ديال المبغى في ثلاث الوان من الميديوم حتى الاكس ال يعني ميديوم ال واكس ال الثمن ديالو 100 درهم في ثلاث الوان فيه نيود فيه سيال وفيه البيج قبل ما غنبريزونط لكم البنات هذا الموديل هذا عندنا واحد البنت عندنا اللي سميتها صابرين من ذوي الاحتياجات الخاصه ومحتاجه الدعم ديالكم باش تطلع القناه ديالها واش تصرف على راسها وعلى الادويه اللي عندها علاش لاندعوا بعضياتنا القناه ديالها سميتها صابرين الروح الايجابيه وغنخلي صابرين هي اللي غدوي معاكم. السلام عليكم اخوتي انا جيت اليوم على اليسرى رحبت بيا مسكينة وعطاتني فرصة انني نبان في طانة ديالة وبغيت تموت ولدتو دخلوا عندي ودعموني بس طلع لي طانة ديالي حيت دابا خدامة عليها ما عنديش مساعدة واللي بغى يدخل عندي يدير صابرين الروح الايجابي وغادي يدخل. وهاد السلام عليكم اخوان معكم الجوك شوفوا العنوان صابرين الروح الايجابيه وهي من ذوي الاحتياجات الخاصه وشوف تبارك الله دايره النقاب ديالها وكتشجع على انها من ذوي الاحتياجات الخاصه ودايره النقاب ومحترمه وحتى في الدخله ديالها كانت انسانه محترمه. اخوان راه اللي خاصنا ندعموهم هما هاد الناس هادو بالضبط هما هاد الناس هما هادو اللي خاصهم يدعموا. خلينا من هادشي كيشي داكشي ديال الشطيع وداك الغناوه. هاد السيده انفوا درتي ابوني انفوا غادي دير ابوني راك ديتي واحد الحسن عرفتي دوك فلوس اش غادي دير بهم مسكينه والله يجازيكم بخير ما تخيبوناش لا انا لا يسرى مود الله يرحم لكم الوالدين راه غادي نبارطاجيو ليها لا فيديو ديالها هذا غادي تحط وغايشوفوه وكنطلب منك يا يسرى الله يجازيك بخير ديري لها اللوليان في هذا من المخرج ومن الاخوان ديروا لها اللوليان ديالها وكبروا بها كيف ما جات قصدات يسرى وحنا عارفين يسرى دار كبيره انا بالحضور ديالي كنت حاضر هنا دخلت في هذا لا فيديو هذا غنحسك الجوك هاد الناس الى جاو للدعم ماشي مشكل على عيني وراسي كتشوف ناس يعني فريمون انا غادا مزيان غنطارق في هاد الموضوع هذا يلاه كنت كندوي مع حياتي اقسم بالله ودي اشك الى انا جوني ما عشني جوني صافي عيت كيجيو بزاف عيت علاش لانني انا من النوع اللي كندير الدعم في سبيل الله هذا ما كاينش مشكل كيف ما حنا عاونا الناس واخا حنايا عاونا بفلوس ماشي فابور الا كان كوزان يصحابنا اصدقاء ديالنا في الدوميم باش غادي يجي عندك واحد 30 واحد صحيح مع الخطو تا خير لان باغا دير قناه باغا تشري ذهب باغا تلبس باغا دير باغا دير وتقول دعميني انا راه عندي غير قناه وحده راه ما يمكنش غندعم 100000 واحد في النهار بحال هاد الناس هادو عندها ما كاين حتى شوك على عيني ولا راسي ولكن باش اختي تجي عندي علاش ما كتمشيوش عند الناس كيديروا 2000 درهم 3000 درهم للدعم الوغ انا عندي قناه وحده انا كندعم الناس اللي محتاجه ني موني بليس وكنقول لكم ما تبقاوش تجيو عندي الدعم غير الناس المحتاجه الناس اللي باينه عليهم محتاجه حنا غنديروا بحال الناس غنوليو ندعموا بواحد الثمن هو من حق اي واحد اي واحد فوالا هادشي اللي كاين وديك الساعه ما بقاش حتى شي واحد دونك ما بقاوش باغيين يسرى اذا باغيين على القناه فوالا هادشي اللي كاين وواحد التذكير اخر انا كنقول لكم من هاد لا فيديو هادي انا ويسرى ان شاء الله غادي ندير واحد الزياره الاخت وغادي نطلعوا معاها في لا فيديو ديالها ان شاء الله علينا يكون عندنا غير شي وقيته وكن كن طيب اش عندك من عام؟ عندي 29 26 تفتخري بهاد البيوت اللي عندك الله سبحانه وتعالى عطاك الحسنات في الدار ما تخرجيش تقلب عليهم ان شاء الله يفيها ويا اختنا وغادي شي نهار نعيط لك وغادي نطلعك معايا في اللايف ان شاء الله صافي يلا تحياتي الاخوان ما تهشموناش لا انا لا يسرى الله يجزيكم بخير القناه مفعله ولا مازال؟ انا مفعله مفعله الادسنس باقي ما بداش شحال عندك في القناه ديالك دابا؟ دابا جيت شي 1500 ان شاء الله غتولي 2000 وني تحطت لا جي 3000 وغالا تحياتنا لكم يسرى مواد قلب كبير وخوكم الشوق تحياتي هذا اخر موديل في 100 درهم البنات كيف ما كتشوفوا جا بعضو بالكاش والسوال المبا وبالقبيب وحتى الكبيلات ديالو من الميديوم حتى الدوبل الثمن ديالو 100 درهم هذا اخر موديل غنمشيو ل 120 عندنا البنات الموديل ديال النمر اول موديل في 120 درهم في الضيفات بوندون ماشي النمر هذا هذا حنش يا الحنش
في جوج الالوان في بالكري وفي المارون بالبيج. لا طاي ميديوم دوبل والثمن ديالو 120 درهم. وما نساوش كاين واحد جويل في الجمس في فورم ديال ميكي ماوس كيجي زويون. المباراة ديالتها رطبة وزوينة البنات وانيقة في اللبسة. كاين هاد الموديل البنات كيفما كتشوفو الثمن ديالو 120 درهم ديال المباراة وكتمة ماشي بيجامة. من الميديوم حتى الدوبل بالنسبة للالوان فيها 4 الالوان، كاين البيض بالاحمر، البيض بالزرق، البيض بالكوغاي والبيض بالموطار. الثمن 120 درهم ولا طاي ميديوم دوبل. عندنا البنات هاد الموديل هذا كيفما كتشوفو ديال النمر بحال ديال السيرموني قبل منه، وفيه تواجويه بيكي ماوس في الجنب في جوج الالوان، فيه البيض بالكري نو كحل بالبيض والكري وفيه المارو مفتوح مارو مغلوق. من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن ديالو 120 درهم. وعندنا البنات هاد الكريمة هادي كيما كتشوفو لون واحد ميديوم اكس ال والثمن 120 درهم. كيما كتشوفو كتجي فيها هاد المرا مع نكاد نيتها ولون واحد اللي هو الصفر. شكرا. وعندنا البنات هاد البيجامة هادي ديال البولير كيجي فيها هاد الوريدات هادو هاد الكتبة، عندنا الزرق الغوز البلو سيال ميديوم دوبل والثمن 120 درهم. وعندنا هاد البيجامة هادي ديال القنفذ كيما كتشوفو ماشي بحال الاخرى اللي كنا لابسين، هادي كتجي طويلة كنقولو لها الجابادور ديال ابو قنفذ اكس ال 4 اكس ال كيلبسوها لي طاي الناس العامرين الثمن 120 درهم. فيها الغوز، فيها الغوز، فيها البلو، فيها السومو. ومع اول موديل البنات كيتما ديال المبرا مع اول موديل في 130 درهم. كما كتشوفوا كيجي فيها هاد الارنوب ديال الطويقيه هادي، فيها البوردو البيج الخضر ميديوم دوبل والثمن كنعاود نقول لكم 130 درهم. وعندنا البنات هاد الكتمه هادي دي كما كنقولوا ديال المبرا كتجي زويونه، فيها الغوز البيج البوردو كتجي فيها هاد المشيشه ضاربه هاد البابيون اللي كتبان واعره. ميديوم اكس ال والثمن 130 درهم. كما كتشوفوا عندنا تتمه ديال الالوان ديال الثلاثه الاولين اللي قلت لكم ديال المشه اللي دايره البابيه فيها البلو، فيها الكحل، فيها الموف بيبر هي هادي. كما كتشوفوا مقبوط كتجي مقبوطه من تحت وكيجي السروال بحال فيها التشارج في هاد الخطوطه. ميديوم اكس ال والثمن 130 درهم. وعندنا البنات هاد الكيتما هادي فحال الموديل اللي شفتو في الاول، ولكن لا ماتشيغ ديال المبرا اللي فيها المشيشه اللي دايره البابيون كتجي كيوت واللي تلبسوها الدريات الكيوت. ثلاثه الالوان الاولين الموف المارون الغوز الغوز بيبي ميديوم اكس ال والثمن 130 درهم، وباقي ثلاثه الالوان اخرين. تتمة الالوان البنات ديال البيجامه ديال القطه مولا البابيون ديال البولير، فيها المرتدل الاصفر ملك الالوان والبوردو ميديوم اكس ال و 830 درهم. وعندنا البنات هاد البيجامه ديال هيلو كيجي فيها التويش كتجي واعره، بيجامه جابادور ميديوم دوبل فيها البريك البريك ياك الموف الكري الغوز بيبي البيج ميديوم دوبل والثمن 130 درهم. وعندنا هاد البارباتوز هذا ديال سيمسون كما كتشوفوا كما كتشوفوا في خمسه الالوان الغوز البوردو الصفر الكري الزرق كيجي زوينين كيجي قبيل فيه البنات ميديوم اكس ال والثمن 130 درهم. وعندنا البنات هاد البارباتوز هذا ديال الكاشمير كيجي زويون وسخيخن كيجي فيه هاد القليل هذا فيه خمسة الألوان اش نقول هذا بوردو مع الزرق الصفر بالصفر والخضر بالخضر المعتدل بالمعتدل والبلو بالبيج ميديوم اكس ال والثمن 130 درهم. وعندنا البنات هاد البيجامه هادي كتجي طويله شويه بالفتيحات فيها خمسه الالوان الخضر مغلوق الاحمر او البوردو الصفر الخضر فاتح الموف ميديوم دوبل والثمن 130 درهم ولا ماتشيغ ديال المبرا. وعندنا البنات هاد البيجامه هادي الطويله الرائعه ديال المبرا ديال الحنش، هاد الشراف ديال الحنش جلدة الحنش حطاتها وصايبنا بها البيجامة كيجي بها جلدة الصيفات كما كتشوفوا كتجي خطيرة من هنا كتجي
كتجي مخلطه واعره فيها الكري شنو هاد اللون مرتبك اولا السومو البيج البصلي ميديوم دوبل والثمن 130 درهم. وعندنا البنات هاد البيجامه اللي كتجي طويله بالجيوب كيجي فيها الدونتيل هذا والسطيفات فيها ثلاثه الالوان البوردو الزرق الغوص ميديوم دوبل والثمن 130 درهم. وعندنا البنات هاد البيجامه هذه ديال بولي كيجيو فيها الجيوبه هادو يعني غيلبسوها من الاكس ال ل 3 اكس ال نعاود نقول لكم من الاكس ال 3 اكس ال 3 اكس ال هكا فيها البوردو الكري الصفر والصحه والراحه و 38 درهم. هاد الموديل عندنا كيف ما كتشوفوا بالسنسله وفي القليب شنو هذاك اللي في مونيكات في مخيات بكاف. بالنسبه للالوان في ثلاث الوان في الموف في الخضر وفي الكوغاي بلاتي بلاتي غنقول لكم بالقلب حسن ليا كاين الموف كاين الخضر وكاين الكوغاي ميديوم اكس ال ميديوم اكس ال والثمن ديالو 130 درهم 130 درهم. كلمة الالوان ديال الباباتوز الباباتوز اصفر ازرق احمر ميديوم اكس ال 830 درهم. عندنا البنات هذه الموديل ما اروعك خطير جدا واعر واعر بزاف انا بعدا حمقني فيه لا دونتيل من جناب الحجيرات الشويرات وفيه من صدر وفيه من الكمينات لا تاي ستوندار والالوان كاين الغوز او الموف كاين نوار كاين الكري كاين البوردو وكاين البلو مارين والثمن 150 درهم كيحمق صراحه. عندنا البنات هاد الكتمه هادي اللي ديال يسرى مضمون صنع يسرى ما عند حتى شي واحد من غير يسرى ون شي حاجه غزاله البنات لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال الثمن ديالها 150 درهم لوحه فنيه روعه يا اختي على ايه والثمن البنات 150 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. وعندنا هاد الموديل حتى هو البنات كتمه هادي ديال يسرى فلا سميتها فويلا فيها غير نوار البنات في الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن ديالها 150 درهم. وكاين هاد الكاتمه هادي كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها 150 درهم فيها شنو هو هذاك بيجاما طويسه ما خاما ما عرفتش. وفيها طريفات البنات في الكمية في الجويبات ميديوم دوبل ديال موبرا فيها الزرق فيها الكري وفيها المارون. ومع اول موديل في 170 درهم البنات بيجامة ديال البولير ديال الخروف كما كتشوفوا كيجي فيها الخروف ابو الدينات فيها ثلاثه الالوان فيها البوردو فيها الكري فيها الزرق ميديوم دوبل وكنعاود نقول لكم الثمن 170 درهم. وعندنا البنات هاد الكاتمه هادي ديال الخيط كما كتشوفوا كتجي بالجيوبه كتجي زويونه فيها ثلاثه الالوان الصفر الكحل البريك والثمن 180 درهم ميديوم دوبل. ومع اخر موديل البنات في هذه الحلقه هذه وكنتمنى نكونوا كنا خفاف على قلبكم عندنا هذه البيجامه كتجي ديال البولير كيجي فيها الجبدوب هذا بالسلسله كتقدروا تحلوها وديروا لكل الفنانين الطلب هذه هي الكلمه المشهوره ديالي فيها البلوسيال الكري الغوز بيبي ميديوم دوبل والثمن 180 درهم وشكرا كنتمنى نكونوا خفاف على قلبكم قولوا للمتابعين ديالنا باي باي.